باكر في معرض العطور راح تبلشين فيه عطر خاص في أميرة. أكيد طبعا عطري موجود معاي، قلت اليوم بما أني أنا في البرنامج بكرة إن شاء الله راح يكون افتتاح المعرض، فأكيد هذه دعوة مني حق كل الناس اللي قاعد تشوفنا. فكرة العطر أنا كنت فترة قاعدة أفكر أبي أسوي شيء، وتحديدا من المعرض اللي فات السنة اللي فاتت لما حضرت قاعدة أطالع قاعدة أقول ودي في شيء يكون خاص حق أميرة. فدائما أنا أفكر مثلا أفتح أسوي لي مثلا لاين خاص في الملابس أو اكسسوارز، أو يعني قاعد أفكر شنو أسوي. ما شاء الله شيماء شاطرة فيها الأمور، يعني نظاراتها تحب السوالف، يعني أنا شوي كسولة شيماء. فالمرة هذه بس أميرة أنا بقول صراحة شغلة، يعني الحين عاد مو علشان أنا بحرينية وهي بحرينية ومقابلتنا من قبل، لا علشان لا والله حشة، لا والله حشة. أميرة صدق تحب المجال اللي هي فيه، الفن، تحب الفن، وتحسينها هي موجوده في المكان اللي هي اختارت انها تكون موجوده فيه، فانا احترم هذا الشيء اللي فيك صراحه. حبيبتي الله يسلمك. فقلت المره هذه لازم انا اكون موجوده في المعرض، بس يكون في شيء خاص حق اميره. فعشان كذي لما سويت العطر طبعا اكيد مع عليا تاتش اللي اشكرهم انهم في وقت سريع عرفتي يعني جهزنا كل شيء، حتى ما كنا نبي ننزل في المعرض. كذا منكم وقت يعني تجهيز العطر تقريبا شهرين، بس انه عشان ننزل في المعرض يعني كنت مو يعني كنت انا وايد متحمسه، بس هم قالوا انه ستيل نبي يعني نبي نطرح اكثر من شيء، يعني مو بس عطر، نبي نطلع مثلا مجموعه كامله، مجموعه الاميره. يعني حتى احترت في الاسم، كنت مفكره اسميه اميره محمد، بعدين قلت لا خل اسميه الاميره. وان شاء الله يعني ناويه ان انا اكمل في اللاين، يكون لاين كامل من بخور، من عود، من العطر نفسه، عطر الشعر. وايد حلو. بس اميره ما عندك تخوف؟ يعني يمكن احنا في المعرض السابق واللي قبله صار شويه هجوم على المشاهير اللي عندهم عطور خاصه فيهم، البعض منهم يقول انه يعني والله ليش احنا ما نعرف، او انه ليش فلان سوى له عطر، ايش دعوه في براندات وايد حق العطور وغيره، امور نفس هذه. فانت حاولتي ان انت فعلا تتميزين في الاميره علشان تكونين مختلفه عن الباجي؟ امل ليش تضحكين؟ حسيت ان انا في قلبها عرفتي في حجوة، يعني انا للحين طبعا ما نزل العطر، بكره ان شاء الله راح ينزل، للحين ما نزل وقاعد تصير شويه بلبله، قاعد تصير شويه ان ليش اميره؟ ليش بسوون حق اميره؟ من شهر تقريبا يعني الناس عرفتي يعني بس بديت اتكلم انه راح اسوي العطر او بنزل العطر. انا اشوف انه بالعكس كل اسم ناجح، وكل شخص يعني مو شرط ان انا اكون ممثله او فاشينيستا، كل شخص عنده ذوق، كل شخص قادر انه هو مثلا ينزل عطر ولا براند ولا اي شيء باسمه، ليش لا؟ معناته في حسد، معناته في غيره. الغيره موجوده، وانا اليوم موجوده في البرنامج، قلت حق امل لازم اطلع العطر يكون عطر الاميره موجود. طبعا الفكره الكيس انا فكرت كنت ابي اسويها على العلبه نفسها. هذه صورتي، بس يمكن ما اعرف اذا هي واضحه ولا لا، شويه مو وايد واضحه. مو وايد واضحه اكيد. يسألوني شنو العطر، شنو ريحة العطر، لأن دائما رفيجاتي واللي حواليني أنا أحب الروايح شوي تكون ثقيلة. أيوة يعني بخور وعود، عرفتي دائما أيوة أقول ريحة عزيمة، ريحة عرس. فالعطر هذا يعني شوية بدايته كانت يعني أول ما تتعطرين منه أمول تحسينه ثقيل، وبعدين أيوة شوية بعدين ريحة. لا تجامليني، أنت شميت العطر. أنا شاملة أمل أول وحدة شمت العطر. أول وحدة. فقولي بالأمانة إيش رأيك في عطري؟ شم ريحة أميرة. إي بس شنو؟ إي أشم ريحة، لأن أميرة ما شاء الله لما تتعطر ما تتعطر بعطر واحد، تخلط. يعني لما نسافر في شنطة ما شاء الله الكبر شنطة عطور، فتمكس العطور، فلما تمكس العطور مع جسم الشخص طبعا دائما العطر على جسمي غير على جسمك غير على جسمها، صح، فتطلع ريحه مميزه. فاول ما شمت قلت الأميرة اشم ريحه عطرك، بس ما اعرف اي عطر. فطلعوا هذول المكس عطر الاميره وايد حلو. فعرفت